تذكر المشهد الذي لطم فيه أسد الله حمزة بن عبد المطلب أبا جهل؟ أتذكر ردها علي إن استطعت؟ هل تذكر أن أبا جهل ردها؟ أم أن هذا الباسل المغوار اكتفى بقتل سمية وياسر وتعذيب ابنهما عمار رضي الله عنهم جميعا؟ هل تذكرك تلك الواقعة بشيء مما نراه اليوم؟ هل تقارنها برجال بواسل أوغلوا في تحصينات العدو وهتكوا قواه العسكرية، بينما صب هذا العدو شجاعته وغضبه على النساء والأطفال والمشافي والمدارس وبيوت الله؟ عشرات الآليات العسكرية المدمرة والعديد من المواقع لفرقة عسكرية كاملة أضحت نسيا منسيا، مئات القتلى وأضعافهم من الجرحى وعشرات الأسرى، خسائر عسكرية بالجملة وأسطورة أمنية تهدمت وتحصينات بمليارات الدولارات أذرتها الريح، وفوق هذا كله آلاف المستوطنين يهربون كالجرذان تحت أعين الجيش الذي لا يقهر، وعشرات الآلاف منهم يهجرون كيانهم المحتل بغير رجعة. طوفان عصف بكيانهم المهترئ رفعت فيه رايات الحق فوق مواقعهم العسكرية وآلياتهم المدمرة، مع توقيع هازئ من أبي أنس الذي مر على قواعدهم في هدوء المتنزه. وإلى جانب هذا البأس العظيم، سترى المقاومين الأحرار الأبرار ينفذون وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعطفون على أطفال أسراهم ويطعمونهم بحنو وود. ستراهم يحررون الأسير تلو الآخر مراعاة لظروفه الإنسانية دون قيد أو شرط أو مساومة، وسترى أسراهم يشهدون ببذل الآسرين وسعيهم في حمايتهم ورعاية صحتهم في الوقت الذي يحرم العدو الفلسطينيين شربة الماء. إنها أخلاق البواسل وانتصارات الرجال الحق الذي لا تتجمل باللقطة. إنه طوفان الأحرار الذين لا يعاملون إلا الله، تارة في إقدامهم وتارة أخرى في رعاية أسراهم وإنسانيتهم، حتى مع عدو هو أشد سفولاً من الوحوش. إنها خصال حمزة الذي ذهب لعدوه مباشرة ولطمه دون تردد أو خوف، ودعاه ليرد عليه نداً لند، إلا أن العدو أبى إلا أن يكون جباناً عديم الموت. على الناحية الأخرى، ستراهم يفاخرون بعداد القتل وفارقه الضخم بين الفريقين، فنحو 20,000 شهيد وعشرات الآلاف من المصابين هي بالطبع حصيلة تبرز تفوق العدو في هذه الأرقام، فضلا عن مئات الأسرى والشهداء في الضفة التي لا تمتلك ما يحمي أهلها. يعلنون نصرهم باقتحام المشافي والبيوت المهدمة، ويرفعون علمهم الدنيء على سطح خال لا ند فيه، ويعلنون مصادرة أسلحة المقاومة بكل فخر وزهو، لنتفاجأ أن حضانات الأطفال وحفاضاتهم باتت من ضمن الأسلحة، ولنكتشف أن ما كنا نظنه أيام الأسبوع أصبحت أسماء المسلحين الذين يحرسون الأسرى، كما تخيل ذلك المتحدث باسم جيش الاحتلال. إنه نصر الجبناء الزائف الذي يقتل الآلاف من البراء ليخفي نكسة جيشه الرعد. ومن زاوية أخرى نعود لنسأل، أي الفريقين يمكنه أن يحتفي بالنصر؟ وأيهما يستحق أن يلتحف بالعار أبد الدهر؟ فيا أهل غزة، إنما استأسد عليكم أراذل الناس واستفردوا بأطفالكم ونسائكم بعد أن هزمهم رجالكم ومرغوا أنوفهم بذل لا يزول مهما أجرموا فيكم. إننا نعلم مقدار ألمكم الذي هو ألمنا، ونرثي له ونواسيكم بكل ما في أيدينا المكبلة أساسا، والتي نرجو الله أن تطلق يوما ما. وحتى هذا الحين فاعلموا وأنتم أعلم من الجميع أن النصر صبر ساعة، وأن سبيل الحرية مخضب بدماء الشهداء، غير أن بواسلكم وشهداءكم في الجنة وعدوكم في النار، وإن هذا أول سبيل النصر وتحرير الأقصى إن شاء الله تعالى.